بعد ما عملنا الربط عن طريق المايكروتيك، اذا ما بقى عندنا شغل في المايكروتيك 5 او كلاينت مايكروتيك. بهالحاله انت نجحت من الامتحان. زين، ننتقل للاشياء العمليه. يعني ممكن انت يطلبون من عندك انه بالشركه تعمل هذا الشيء للمستخدمين. فاول ما راح نجربها الويندوز. في الويندوز الاحظ انه انا عندي هذا الاي بي، اوكي، حتى لا يكون مشكوك بها لانه انا اخاف يكون كونفليكت. زين، هذا هو السيرفر. في السيرفر الريال اي بي عندي 102. اوكي، خلينا نرجع. واحب اذكر مره اخرى، قصدي بالريال اي بي ليس الريال اي بي هذا، اوكي. لازم يكون عندك انت ريال اي بي خاص تشتريها او تشترك في في بي ان وات ايفر كان. ما يحتاج منها غير شيء. لاحظ، حتى نعمل البي بي تي بي كلاينت احتاج انه اعمل كريت، عفوا، احتاج انه اعمل سيت اب ا نيو كونكشن اور نتورك. بعد ذلك اذهب للكونكت تو ا ورك بليس، نيكست، اوكي. اذا اختاريت هذا، تلاحظ كيف دا امشي؟ connect to a workplace، اذهب لي use my internet connection VPN، وهنا أنا بجي اكتب الانترنت ادريس، حكتب 192.168.0.102. جميل. اشياء اخرى اذا حبيت تعمل check او شيء اخر، تسمح بالناس انه تستخدم هذا الكونكشن، it's up to you، يبقى عليك. هنعمل create. اوكي، لاحظ بيظهر لنا ال VPN connection. نضغط على VPN connection ونضغط عليها connect. حيطلب من عندنا اليوزر نيم والباسورد. للويندوز احنا كنا عاملين win صح؟ win هي win. هنكتب هنا win وهنا نكتب win. اوكي. connecting yes VPN connection connected. لو نجي على ال change adapter setting نلاحظ في عندنا connected. خلونا نشوف ال status وخلونا نشوف ال details. لاحظ اطالع 10 10 10 19، وهنا 4 8 8 8.44. ممتاز. اذا احنا بهيك حاله نجحنا انه نربط ال VPN ايضا clients مع من؟ مع ال Windows ايضا، وممكن نعمل disconnect. فبهالحالة احنا نجحنا مع الويندوز فور ويندوز. اوكي، لاحظ هنا ممكن ايضا تتابع الاكتف كلاينتس اللي موجودين، ال20 اللي هو المايكروتيك، ال19 اللي هو الويندوز. لاحظ النيم، الاسم ايضا، تلاحظ كم هو جميل، كم هو جميل التعلم. اذا بهالحالة احنا نجحنا مع الويندوز. اذا يبقى علينا نعمل مع الاوبنتو، وهذا حنعملها بالدرس القادم. مع السلامه.